وللمزيد من المتابعة حول إيدكس 2023 ينضم إلينا مباشرة رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. رامي، دعني في صورة فعاليات المعرض وأبرز الزائرين والتفاعلات التي بداخله. تحياتي لك ولمتابعينا من داخل مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، حيث ختام فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية وتحديدا نتحدث عن افريقيا والشرق الاوسط وغيرها من المناطق المؤثره في هذه الصناعه وفي هذا المجال. اما اذا تحدثنا عن المعرض بشكل عام وبشكل كبير من خلال ما يضم من اكثر من 22 جناحا، وياتي من بين هذه الاجنحه الجناح المصري الكبير وهو الاكبر من بين الاجنحه والابرز ايضا من بين الاجنحه المشاركه في هذا المعرض. نعم. بعدد من الهيئات والمجمعات وايضا الاجهزه في الصناعات الثقيله وايضا الصناعات العسكريه والدفاعيه، من بينها مجمع الصناعات الهندسيه، نتحدث ايضا عن جهاز الصناعات والخدمات البحريه، واذا تحدثنا ايضا عن الشركه العالميه للبصريات، وياتي على راس هذه ايضا الاجهزه والمواقع الهيئه العربيه للتصنيع التي يتواجد بموقعها الان، وايضا من امامنا الجناح الخاص والموقع الخاص بوزاره الانتاج الحربي. هناك العديد من المشاركات المتعددة في عدد من المجالات المختلفة الخاصة بهذا المجال، مجال التسليح والصناعات العسكرية والدفاعية. إذا تحدثنا عن الصناعات المرتبطة بالبر والبحر والجو، هناك تنوع كبير أيضا بين البلدان وحضور لعدد كبير من الوفود المشاركة من عدد من البلدان سواء الإقليمية أو الدولية والقوى العسكرية المؤثرة في عدد من القارات والمناطق المختلفة. أما إذا تحدثنا عن المعروضات المصرية في هذا الجناح، هناك الكثير من المعروضات الحديثة وأيضا المتطورة والإلكترونية سواء في الهيئة العربية للتصنيع أو أيضا وزارة الإنتاج الحربي. نعم. هناك الكبيرة. وإذا كان لك تساؤل في هذا الأمر، أشكرك جزيل الشكر رامي محمد مراسل التلفزيون المصري من مقر معرض إيدكس 2023.